عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، سعدك يا شيخ. الحمد لله، أكمل رد السلام. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخ، دلوقتي دايما بسمع أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، رحمه الله، من أعلم أهل الأرض من ناحية الحديث. وأسمع برضو حد تاني يقول لي ارجع للبخاري دايما. فيا شيخ، يعني حضرتك شايف مين الأفضل، الإمام البخاري ولا الإمام أحمد بن حنبل من ناحية الحديث؟ كلاهما على خير، لكن البخاري في الإجمال في الحديث أفضل من كثيرين من العلماء، لكن الإمام أحمد ثبته الله في الفتنة، فتنة خلق القرآن، ونال منزلة إمام أهل السنة بسبب ثباته أمام السلاطين في زمانه وأمام علماء السوء الذين كانوا يقولون أن القرآن ليس بكلام الله، فهو ثبته الله سبحانه، وكان يقولون أن القرآن مخلوق فثبته الله فنال منزلة الإمامة. وهو في الحديث أيضا عالم جهبذ كما لا يخفى عليك. شكرا، بارك الله فيكم.